اليوم غادي نتكلموا على الصيام في رمضان والعلاقه ديالو بالجهاز الهضمي المعده الامساك الناس كيتشكاو منه وكذلك الناس اللي كيتشكاو من القولون العصبي في رمضان. شنو اللي كيوقع؟ شنو اللي كيختلف على الامراض الايام العاديه؟ اولا كنا كناكلوا في النهار وكنتمشاو وكنشتغلوا، كنوليو في رمضان كناكلوا في الليل وكننعسوا. الحاجه الثانيه كنا كناكلوا يعني من الصباح الى حتى العشاء واحد المده ديال السوايع 12 ولا 14 ساعه. الاكل ديالنا كنقسموا على هذه المده كلها، في رمضان عندنا واحد المده محدوده. الحاجه الثالثه هو انه في رمضان كذلك الانواع ديال الاكل، وهذا مرتبطه بالعادات ديالنا ماشي مرتبطه بالصيام، الانواع ديال الاكل، النوع ديال الاكل اللي كناكلو كيختلف عن الايام العاديه. الايام العاديه كيكون الغذاء ديالنا متنوع، كيكون فيه الفواكه الخضر مختلف. في رمضان كنبقاو نركزو بزاف على السكريات وعلى الدهنيات، وهذا من الاشياء اللي كطرح لنا مشاكل بالنسبه للجهاز الهضمي. بالنسبه للمعده، معروف على انه الناس اللي عندها القرحه ديال المعده، وهنا نقولوها من البدايه، الناس اللي عندها القرحه ديال المعده النشطه يعني اللي عندهم دابا، هادو ما كيصوموش، خصهم الى حتى كتبرى القرحه ديال المعده ديالهم صفه نهائيه عاد كلهم يصوموا. الناس اللي كان عندهم قرحه ديال المعده واخا ما بقاتش نشطه كيخصهم ياخذوا الدواء سيمانه قبل رمضان، طيله رمضان، وجوج الاسابيع من بعد رمضان، هي سبعه ديال الاسابيع في كل رمضان، خصهم سيمانه قبل رمضان، جوج الاسابيع خلال رمضان، وجوج الاسابيع بعد رمضان ياخذوا الدواء ديال المعده باش يدوز عندهم الصيام بدون مشاكل. الناس اللي عندهم هذيك الجرثومه ديال إيليكوباكتر بيلوري، واخا يديروا العلاج ديالها واخا يديروا الدواء ديالها، حتى هما كيخصهم يديروا العلاج الوقائي اللي هو سيمانه قبل رمضان ورمضان وجوج سوايع وجوج ديال السيمانات بعد رمضان. علاش؟ لان في رمضان المعده كتبقى خاويه والحموضه كتكثر، لاسيديتي ديال المعده كيمكن ليها تهاجم المعده وكتجرحها. وهنا الدراسات كتبين بانه يعني اصعب الاوقات ديال الحموضه، خطر الحموضه على المعده، هي قبل الفطور، في الوقت اللي كنكونوا قريبا نفطروا، هنا فين كتكون المشاكل. الدراسات بينات كذلك بانه الناس اللي عندهم قرحه المعده في رمضان في الصيام كيمكن الى قرحه المعده نشطه كتزاد جوج المرات الخطر ديال النزيف ديال ديك قرحه المعده، وكتزاد ضعف اربعه المرات ديال الخطر ديال الثقب ديال ديك قرحه المعده اذا صاموا ضدا على الراي ديال الطبيب ديالهم، لانهم خصهم المفروض يكونوا كيتعالجوا. النقطه الثانيه هي الناس اللي عندهم مشاكل ديال القولون وبالخصوص القولون العصبي، وهنا كاين جوج الانواع ديال الناس، كاين الناس اللي عندها القولون العصبي من قبل رمضان كيعرفوها، وكاين الناس اللي حتى في رمضان عاد كيكتشفوا بان عندهم مشاكل ديال القولون، ومن بيناتهم مشكل ديال القولون العصبي. القولون العصبي هو واحد لو كولون ايغيتابل اللي المصران ما كيشتغلش بطريقه عاديه، شي مره كيتكاسل وكتكون عندنا القبض الامساك، شي مره كيشتغل اكثر من اللازم وكيكون عندنا الاسهال. ومول القولون العصبي كيكون عنده الالم في البطن ديالو، مره كيكون عنده الاسهال، شي مره كيكون عنده القبض، وما كيكونش كيستقرش المصران ديالو على واحد الحال. وحنا غادي نشوفوا شنو العلاقه كذلك ما بين الصيام والتاثير ديالها على القولون. اش كيوقع في الصيام؟ اولا حنا ما كنشربوش الماء بزاف، وحنا كنعرفوا بلي انه الماء ملي كتدخل المعده كدوز من بعد 6 سوايع كتمشي للمصران. ملي كناكلوا مره اخرى الاكل ديالنا الجديد كيدفع هذاك الاكل القديم كيدفع به يمشي للمصران باش يخرج. في رمضان ملي كنبقاو بالجوع المصران كيتكاسل واحد شويه لان كاين نقص ديال الماء، وبالتالي حتى ذاك الاكل اللي في نص المصران كيولي ناشف، وهنا كيكون من الصعب انه يخرج بسهوله، وهنا كيوقع مشكل ديال القبض. والناس اللي عندها مشكل ديال القولون العصبي غيتعقد الوضع ديالهم خلال رمضان. كذلك ملي كنفطروا ملي كنفرقوا الصيام ديالنا وكنستعملوا السكريات والدهنيات بزاف، قلنا على انه الجهاز الهضمي كيتكاسل، المعده كتكاسل، كيتسمى الكسل ديال الجهاز الهضمي، ما كيبقاش يشتغل بطريقه مزيانه، وهذا ما كيخليش العمل ديال الجهاز. هنا كاين الناس اللي عندها القولون العصبي كتبدا كتعاني. الحاجه الثالثه اننا ما كنستعملوش الفواكه والخضر بزاف، وعموما الالياف كتكون في الخضر في الفواكه، بالخصوص في القشره ديال الخضر والفواكه. الفواكه اللي يمكن لنا ناكلوها بالقشره ديالها ناكلوها بالقشره ديالها، والخضر كذلك اللي يمكن لنا ناكلوها بالقشره ديالها ما نقشروهاش ناكلوها بالقشره ديالها، هي غنيه بالالياف. حتى الزرع
الخبز يزرع بالنخل ديالو او الرز كامل بدون ما يزلوا القشره ديالو، مهم بزاف بالنسبه للقولون، بالنسبه للناس اللي عندهم القولون العصبي، ويشربوا الماء بزاف. فاذا هذا الكسل ديال الجهاز الهضمي وهذا المشكل، الناس كيوقع حتى التوتر، الناس اللي كتدخن، الناس كتشرب قهوه، الجوع، الكورتيزول، الهرمونات، هادو كلهم كيعطي واحد الستريس اللي مول القولون العصبي كيزيد يعني منه في رمضان. شنو خصو يدير؟ اولا الانسان اللي عنده ديجا عارف راسو عنده مشكل ديال القولون العصبي من قبل، خصو يكون موجد نفسه، اولا التغذيه ديالو تكون سليمه في رمضان، يفطر يتجنب السكريات والدهنيات، يفطر بشويه عليه، يمضغ مزيان لانه المضغ كيساعد على الجهاز الهضمي، يشرب السوائل بزاف ويشرب ماء بزاف ويتسحر وياخذ الخضر وياخذ الفواكه وينقص من المنبهات القهوه واتاي، والا كان التدخين خصو يكون يزولو. وبالطريقه هذه بالخصوص كنشربوا السوائل بزاف، كنشربوا الماء بزاف، ملي كناخذوا الالياف، كناخذوا الخضر، كناخذوا الفواكه، كناخذوا البروتينات، كنقصوا الحلويات، كنقصوا الدهنيات، كنساعدوا الجهاز الهضمي ديالنا يشتغل بطريقه طبيعيه. وشكون اللي كيستافد منا؟ اي واحد صائم كيكون اللي يستافد منا، ولكن بالخصوص الناس اللي عندها، شفنا قلنا اللي عندها قرحه المعده، والناس اللي عندهم مشكل ديال القولون العصبي كيمكن يلقاو الراحه ديالهم في رمضان اذا اتبعوا الناس التغذيه السليمه والنصائح السليمه. مع الاسف اذا كان الافراط في الاكل والدهنيات والسكريات والنوم وغيره وقله النوم وغيرها والقهوه واتاي، مع الاسف الناس اللي عندها القولون العصبي غادي تجي تشكى في رمضان. وحنا كنشوفوا في العيادات ديالنا كاطباء كنشوفوا الكثير من الناس في رمضان اللي كيجيو على هذا السبب هذا، ومن بعد رمضان كيجيو على هذا السبب هذا، بينما انه المفروض كان رمضان والصيام كاين يعاونهم باش يحافظوا على الصحه الجهاز الهضمي ديالهم، وخصوصا يعاونهم على العلاج ديال القولون العصبي.